يحظى الطب التجميلي في الآونة الأخيرة اهتمام الكثير من الأشخاص، وتعتبر زراعة الشعر من أهم المواضيع في التجميل لدى الرجال والنساء أيضا. أسئلة كتير بتدور حول عمليات زراعة الشعر، بأي عمر تتم، موانع العمل ونسبة النجاح؟ هاي الأسئلة وغيرها رح يجاوبنا عليها لليوم الدكتور علي قصير، أخصائي زراعة شعر والليزر التجميلي. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير وصباح كل المشاهدين. يسعد صباحك دكتور. أهلا مثل ما صباح. قلنا بالمقدمة بالآونة الأخيرة، يمكن زراعة الشعر من أهم المواضيع في طب التجميل، عم يتناولها الكثير من الناس. خلينا نحكي شو هي أسباب تساقط الشعر، يعني لنقوم بعملية زراعة شعر في أسباب منها تساقط الشعر، ما هي الأسباب الأساسية لتساقط الشعر؟ نعم، هلا بالنسبة لزراعة الشعر فعلا مثل ما قلت لحضرتكم إنه صارت مطلوبة كثير، لأنه في كل إنسان بيدور، يعني شلون عم يدور إنه يحسن الوجه، كمان الشعر منظر جمالي مثل المرأة، منظر الحواجب، منظر الرموش، كله هذا كله صار يعني بحاجة إن كان للمرأة أو للرجل. هلأ إذا رجعنا لسبب أسباب تساقط الشعر، في سببين مش طبيعي، في تساقط شعر وراثي، لهذا بيكون بسموه عنا سبب تحسس موروث الهرمون الذكري، بنلاقي إيه عند الرجل إنه بالمنطقة الوسطى من فوق هون بصير تساقط، عند المرأة إنه بصير يخف الشعر بالمنطقة هون بالمقدمة وبصير الشعر أنعم، هي أرفع بصير. هذا الوراثي. الوراثي طبيعي علاجه، ما في علاج للأسف بالحالات الوراثية إلا نساوي زراعة شعر، هو هذا. أما بالنسبة للتساقط غير الوراثي فعندنا أسباب كثيرة، منها عند المرأة الفقر الدم بعد الولادة وقبل الولادة أثناء الحمل، عندنا الثعلبة، عندنا الندبات، عندنا الحمى الشديدة، عندنا الرجيم القوي، عندنا سوء التغذية، سوء الامتصاص، كل هاي الأسباب الهرمونية، الغدة الدرقية، كل هدول أسباب، بس هدول ممكن تعالج كل سبب على حدة بمعالجة دوائية. هلا أمرار ممكن نحتاج مع المعالجات بسبب فقدان كمية كبيرة من الشعر المعالجة مع زراعة الشعر. بالنسبة لهدول تمام، حكينا انه ممكن يكون في معالجه دوائيه اذا للاسباب اللي غير وراثيه. طيب بحالات اتخذ الواحد انه يعمل قرار زراعه الشعر، وخلينا نبدا بزراعه شعر الراس كفكره، باي عمر ممكن انه تتم هي الزراعه ولاي حد مسموحه؟ نعم، هلا بالنسبه لزراعه الشعر متاحه من عمر 18 سنه لحد 70 سنه، المهم يكون الانسان عنده صحته كويسة، شايفة؟ شو هي الشروط؟ وعنده منطقة مثلا، بيجينا شباب أمرار عمره 18 سنة بتلاقي رايح شعره كله. وفي ناس ممكن تجيكي لا خفان شعره من الأمام، بقى يعني علميا قالوا من 18 سنة ممكن تسوي عملية إذا الشخص عنده منطقة تصلع أو ما خف الشعر، بيسوي له تكثيف، اسمه تكثيف، يعني مو بس إنه إذا في صلع. أمرار واحد عنده نقص كثافة بالمنطقة الأمامية بيبدأ، أو نقص كثافة بالدائرة الخلفية، يعني وخاصة اللي بيكون عندهم شغلة وراثية هدول، بقى ممكن تعملي أنت تغطية في حال الصلع أو تعملي تكثيف بالنسبة إذا كان في خلفية للشعر. وممكن ناس عمرها 70 سنة، يعني أنا سويت عمر الناس عمرها 18 وعمرها 65 سنة، سوينا إن كان نساء أو رجال. هي يعني الزراعة كمان متاحة للرجال وللنساء، وحتى للنساء صار في إقبال كثير عليها هلا بالوقت الحالي، من سنتين وثلاثة كثير في إقبال النساء بالنسبة لزراعة الشعر، خاصة بالمقدمة المرأة بتعرفي شعرها هو جمالها خاصة، يعني واحدة حتى لو محجبة أو ما محجبة رايحة حفلة إذا عندها خفية من شعر مشكلة، هي بعد صارت تقول لك أنا ما بقدر أروح لحفلة أو شيء، بقى عم يقدموا على زراعة الشعر إن كان بالنسبة للرأس أو الغشي الثاني. طيب خلينا نحكي عن عملية زراعة الشعر، قديش نسبة نجاحها؟ قديش فعلا المريض بيلاقي نتيجة خلال فترة زمنية محددة؟ نعم، هلا بالنسبة لزراعة الشعر في عوامل كثيرة بتحدد نجاح العملية مش طبيعي. يعني أول شيء عندنا توفر المنطقة المتبرعة عند الشخص، المنطقة المتبرعة اللي هي بسموها عنا المنطقة الخلفية والجانبية، هاي المناطق بسموها مناطق مضادة للصلع، يعني ما بتصلع.
والاكثر كثافه يعني وما بتصلع يعني وما بتاثر الهرمون الذكري بالنسبه للمناطق الخلفيه والجانبيه. بعد بده يكون في كثافه سماكه الشعره نوعيه البصيلات هاي اول وحده. يعني انا اذا يكون واحد عنده شعره سميكه شعره سوداء في كثافه بيقدر يسحب كميه منيحه اول شيء، ثانيا التغطيه بتكون افضل. بينما واحد عنده شعره ناعمه شعره شقره فاتحه التغطيه بتكون اخف تختلف. ايه بس اذا توفرت العوامل المنطقه المتبرعه كويسه وعنده الانسان كثافه منيحه عشان تغطي بياخذوا 80 90% عم ياخذوا النتائج ما شاء الله. هي شو مبدأها؟ بالضبط. هلا المبدا بالنسبه لزراعه الشعر هي عباره عن نقل البصيلات من المنطقه الخلفيه والجانبيه فقط، ناخذهم بآله مثل الابره. في طريقتين لزراعه الشعر، طريقه جراحيه وطريقه غير جراحيه. الطريقه الجراحيه اللي هي اللي كانوا بالاول وفي بعض الاطباء لحد الان يعني حسب توفر الكادر يعني بيختلف، يعني بيقصوا كانوا شريط من الخلف بطول 25 سم بعرض سنتي ونص، وبعدين على المجهر بيعملوا تقسيم الطعومه شيء طبيعي يطلع في شعره او شعره او شعرتين، وبعدين نفتح ثقوب صغيره هون مطرح الاماكن اللي من احنا منطقه الصلع، ثقوب صغيره بزاويه الشعره، وبعدين بنحط هالطعومه هالبصيلات بهالثقب هذا هذا. هلا الطريقه الغير جراحيه اللي هي اريح للشخص، يعني بتقدري انت تسويها اليوم ثاني يوم تقدر ترجعي على شغلك. ايه ناخذها بواسطه اداه صغيره مثل الابره نسحبها سحب، بنفرغ حوالي هالطعم هذا، الطعم هو في شعره او شعرتين وبنسحبها هي شيء طبيعي، مو نتف. نعرف نحن وقت بننتف شعره بيطلع البصل بيضة هي البصل السوداء، بقى لازم مع مكون اسمه جريب الشعره كله هذا، بقى بنسحبه وبنحطه بسائل سيروم ملحي مشان الحفاظ، يعني البصل اذا بتقميها اذا ما حطيتيها بسائل سيروم ملحي مبرد بتموت، تقعد 6-8 ساعات وامرار اكثر. ايه وبنشيلهم وبنحطهم، بعدين بنفتح الثقوب وبنحطهم حسب المنطقه اللي بدنا نزرع فيها. طيب تخدير موضعي شيء طبيعي ما في الم، يعني ابدا ما الواحد قاعد عم يتفرج على التلفزيون شو اسمه مرتاح، بس العمليه بتاخذ وقت طويل حسب قديش يعني الفتره الزمنيه فينا عندك من 6-12 ساعه شيء طبيعي في راحه، بس يعني في انه ثلاث مراحل هي يعني بنعمل راحه نحن بين كل مرحله اسمها مرحله الاقتطاف، يعني سحب البصيلات، المرحله الثانيه فتح الثقوب، والمرحله الثالثه اللي هي الزراعه الشعر. طيب دكتور كمان بالاونه الاخيره بالاضافه لزراعه شعر الراس عم نلاحظ كمان زراعه الحواجب والرموش، خلينا نحكي عن هي الزراعه، هل هي فعلا تختلف عن زراعه شعر الراس؟ نسبه نجاحها؟ نعم. هلا بالنسبه لزراعه الحواجب وزراعه الرموش بدها دقه كثير، يعني هون انت اول شيء الحواجب الحواجب اول شيء بدك تعطي مسار الشعره، يعني ما يطلع الشعر واقف هيك، يعني مثل هون حتى بالفروه ما معقوله انا اعمل اتجاه شعره هيك واتجاه شعره هيك حتى يطلع متناسق بشكل طبيعي. هو بقى هون مثلا عند الحواجب تبدا هيك بتبدا هيك، بدك تمشي حسب مسار الشعره الطبيعيه، من هيك بدها دقه كثير كثير مهمه. هي حتى الرموش نفس الشيء، مشان الرموش ما تطلع وحده تصور رموشها وحده يمين وحده شمال، بقى كمان بدها تحطيها باتجاه معين حتى وتعمل تلف فيها بالتدريب شيء طبيعي. بقى هدول الزراعات بدهم بال طويل وبدهم دقه وبدهم خبره كثير، مو مثل زراعات الفروه. يعني بيختلف زراعة الشعر بين الرجال أو النساء من حيث نسب النجاح ومن حيث يعني الأسباب يلي بتدفعكم لحتى تقوموا بزراعة شعر؟ نعم. هلا ليش النسبة بتختلف؟ عند الرجل أنا بقدر يعني بتطلب عملية زراعة الشعر حلاقة الشعر، بقى للرجل ممكن نحلق له على الصفر، بس المرأة صعب نحلقها يعني كل شعرها، بقى دائما بنحلق بالخلف منطقه صغيره، مشان هيك ممكن المراه تحتاج مرحله او مرحلتين او ثلاثه، يعني مو مستحيل يجي احلق صعبه، بقى هون بقدر اسحب كميه بسيطه، الكميه البسيطه مثلا كل مرحله ممكن اغطي فيها اصبعين او ثلاثه، اذا عندها هي وحده
مثلا فراغ كبير بالمنطقه العليا هون، بقى ممكن بالغره كالسفلى ارجع سوينا مره ثانيه، ارجع مره ثالثه. عند الرجل ممكن اسحب لحد 10,000 شعره بس جلسه. المراه ماكسيمو، انا سحبت لوحده ماكسيمو 5,000 شعره. كان عند جبينة عالية مثلا لهون نقدر غطيناها كثير حلو طلع. بس يعني بس ممكن اعمل لها جلسه ثانيه اسمها جلسه تكثيف وبتاخذ نتيجه ممتازه. طيب هل إلى اثار جانبيه هي العمليات اذا فينا نحكي عنها؟ هلا بالنسبه لعمليه زراعه الشعر عمليه بسيطه هي. يعني هي تخدير موضعي وبالعياده بتصير وبدون وجع، والمريض والشخص صاحي كان امراه او رجل، حتى الحواجب حتى الرموش حتى الدقن كلها هاي. يعني هي مهمه انه واحد يعتني بالتعقيم ما يلاقي اثار، ما بسوي التهابات، ما بسوي اي مشاكل، بسوي وجع راس خفيف يمكن بالفتره الاولى اول اسبوع، اما ما يلاقي اثار بالمستقبل. حتى نقل الشعره مثلا من خلف الراس للامام، يعني تقبل هي المنطقه للشعر بيكون يعني فوري او بدها فتره زمنيه محدده؟ نعم. هلا بالنسبه لنقل الشعر انت عم تنقلي بنفس الشخص، يعني مغير شخص بيرفض الجسم. هلا بنحكي ممكن نحكي كلمتين اسمه الشعر الصناعي لك. بقى هون عم تنقل المهم تكون حطيتيها انت بوضعيه سليمه. هون خبره الطبيب مهمه. يعني يعني لا تخزيني. هلا في اخصائيات وفنيات عم يشتغل لوحدهم صاروا هلا، وفي اطباء، بس هون عندك انه خبره الطبيب والمركز كثير مهمه. يعني انا اروح اقول واحد يزرع لي 500 شعره 1000 شعره، شيء طبيعي ما تاخذ نتيجه ابدا. يعني مينيمو اليوم اذا انت ما عم تزرعي 3,000 شعره ما بتشوفي نتيجه. يعني الراس فيه 120,000 شعره. بقى انت اذا من منطقه فاضيه، منطقه المقدمه 4 اصابع، اذا فضي مثلا شعر فضي 10,000 شعره او 15,000 شعره، جاي عم تحطي 500 شعره ما مبينه. بقى بالنسبه للعمليه ما لها اي اثار، بتساوي وجع راس خفيف، هذا اللي بتساوي فقط. بعد قد ايه من الوقت بيلاقي الشخص نتيجه يعني؟ وقديش نسبه نمو الشعر بتكون؟ هي هي بتصير طبيعي مثل ما بينمو الشعر؟ هلا دائما الشعر ببلش ينمو ابتداء من الشهر الثالث بس بالتدريج. ليش؟ يعني كل شعره له دوره حياه. نعرف الشعره تنمو بترتاح بتسخن. بقى هون من الشهر الثالث بنقول له الواحد من 3 ل10 اشهر بالتدريج، لانه يعني متى ما بلشت تنبت الشعره بنعرف نحن انه الشعر بيطول شهريا من سنتي لسنتي ونص. بقى للرجل هلا ممكن على 5 اشهر انا اشوف نتيجه، انه الرجل لو شعر سنتي او سنتين بيبين. اما المراه اذا ما كان طويله 10 سنتي 12 سنتي، بقى انا بقول للمراه دائما يعني انه بعد سنه بتشوفي النتيجه، يعني بكون صار 10 سم 12 سم صارت تغطي يعني منيح، وقتها بتشوفي النتيجه النهائيه. دائما لا نستعجل بالنسبه للنتائج، بالنسبه نستنى هيك ل 8 اشهر 10 اشهر بنشوف النتيجه النهائيه. ينصح باخذ فيتامينات خلال فتره زراعه الشعر او بعدها ل يمكن تضيف او تساعد بعمليه نمو الشعر؟ نعم. هلا اذا وتكون هلا الزراعه بالنسبه كزراعه للشعر المزروع ما بيحتاج، بس نحن وقت يجينا واحد وعنده شعر او امراه او عندها شعر وعندهم، بنطلب منهم بعد شهر من العمليه يسووا بلازما مثلا. نسمع من البلازما او الميزو مواد فيتامين وكذا، يعني بتساعد الشعر القديم انه يخف تساقطه، خاصه اذا في مشكله وراثيه. بيتخن الشعر، بيقوى الشعر، شايف؟ بنقول له مشان الحفاظ انه يضل الشكل، ما انا سويت زراعه عوضت الشعر وفي شعر، يعني بضل التساقط. اذا واحد عنده مشكله وراثيه الشعر الموجود عنده بضل عم يتساقط. وللاسف انه هل في ادويه بالحاله الوراثيه؟ للمراه قليل الخيار، يعني محدود. هي في شامبوات فيك بتخفف يعني. للرجل في ادويه معينه يعني ممكن، بس لازم ياخذها باستمرار. حتى اذا وقفنا بيرجع التساقط. فمشان هيك بنقول للواحد يعمل بلازما مثلا، بكورس بلازما بالسنه يعمل، او ميزو، هدول كلهم بيأدوا لتقويه الشعر، التخان الشعر، بخفف من التساقط.
بنشكر كثير وجودك معنا اليوم دكتور ولهالمعلومات يلي اعطيتنا اياها، شكرا لك. شكرا كثير. شكرا لك دكتور علي قصير اخصائي زراعه شعر والليزر التجميلي، شكرا لوجودك معنا وللمعلومات القيمه اللي ادتنا اياها، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.